فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله من فوائد حديث عمار رضي الله عنه العذر بالجهل، نعم. فهل هذا شامل لجميع أحكام الشريعة؟ لا، هذا الجهل اللي ما يمكن زواله، ما فرط الإنسان، ما عنده أحد يعلمه، هذا يعذر. أما عنده أحد يعلمه ولكنه ما بحث ولا سأل، هذا لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يسأل. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم. أما يبدأ في جهله والعلماء عنده يقول والله أنا جاهل ولا علي، ما يجوز هذا. أن تركت الواجب عليك أن تسأل أهل الذكر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.